السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. عايزك تهدى الفتره دي يا برج السرطان، ومش عايزك تاخد اي قرار غلط او قرار متسرع، لان القمر بتاعك هيكتمل، فبيدل على التوتر شويه وعلى عدم اكتمال اي موضوع عندك. خلي بالك وما تاخدش اي قرار الفترة دي، ونشوف مع بعض. انزل باللايك وبالتعليق ونقول بسم الله يا برج السرطان. يلا بينا يا برج السرطان. برج السرطان، بسم الله ما شاء الله. برج السرطان، على قد الهدوء اللي انت فيه الفترة دي، على قد كمية التعب والضغط النفسي اللي انت فيه، يعني على قد الهدوء اللي انت فيه، ان انت بقيت هادي جدا رغم ان انت عصبي، رغم ان انت عصبي، بس كمية التعب اللي جواك مخلياك مش قادر تتكلم ولا تعمل اي حاجة. بتسامح كتير بس صعب تنسى يا برج السرطان، بتسامح كتير بس صعب تنسى. ساعات بتركز في ادق التفاصيل، بتكون عارف اللي انت بتكون يعني ايه، عارف ان الاشخاص اللي قدامك عاملين نفسهم ان هم عبايط وعاملين نفسهم ان هم عبيط، بس بتكون انت فاهم، بتكون كاشف كل حاجة. انت خايف ان انت تكون تقيل على قلب حد، بتبعد وتنسحب، بتبعد وتنسحب. ذكي جدا، في ذكائك مفيش حد زيك، في ذكائك مفيش حد زيك. ظالم نفسك مع ناس، مش كويسة، ظالم نفسك مع ناس مش كويسة يا برج السرطان، ناس مش مدياك حقك. دايما حزين ومكتئب، بتفكر كتير، بقيت حساس بطريقة رهيبة، بقيت تفكر في أمور زيادة عن اللزوم، ما بقيتش تدي لأي حد أمان زي الأول من كتر الخداع والظلم، ما بقيتش تدي لحد أمان زي الأول. بقيت تسامح بس ما بتنساش الأذية أبدا، ما بتنساش حد أذاك وكسر قلبك. الفترة اللي فاتت دي كنت بتمر بفترة صعبة جدا، فيها وجع في كل حاجة في جسمك، حتى عملت لك وحدة، الحب والحظ بقى حاجة سيئة بالنسبة لك. دايما يا برج السرطان انت بتدور على جزء الامان، بتدور على الراحة ومش لاقيها. بقيت حاسس ان حياتك متلخبطة، بقيت حاسس بالتعب وبالارهاق النفسي، بس عندك انطلاقة حلوة وعندك شفاء مرض. لو انت مريض او زوجك مريض او عندك حد مريض، طمنوا قلبه وريحوه وقولوله لو انت ناوي على عملية هتعملها وهتنجح. لو انت مريض فعندك شفاء باذن الله من عند ربنا، عشان عندكم فرحة حلوة. برج السرطان، انت بقيت موقف كل علاقاتك دلوقتي، بتحب الصراحة، ما بتحبش الكذب ابدا، وما بتحبش حد يكذب عليك، عندك نفور بينك وبين الشريك. انت حاليا بقيت مدي سهمك على الناس اللي اذتك، الناس اللي اذتك وعملت لك اذى في الماضي او عملتك اذى حاليا، بقيت رامي سهمك عليهم، وبتقول انا مش هسيب حقي ابدا، كل اللي ظلمني وكسر نفسي انا مش هسيب حقي ابدا، انا هاخد حقي اول باول ومش هسيب حقي. بس حاول تداري شوية يا برج السرطان، حاول تداري على شمعتك تقيد، عشان خاطر العصبية اللي انت فيها والتوتر اللي انت دخلت فيه ده عامل لك اذى. السحر والعين انت اللي جايبه لنفسك يا برج السرطان، انت اللي جايب لنفسك الاذى بسبب طيبة قلبك وبسبب حنانك، وفي حاجات كتيرة جدا ما بتفكرش فيها، بتفعلها من غير تفكير. عندك بحر ودوامة، عندك احلام كوابيس برج الحوت، احلام فيها كوابيس. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج السرطان، طيبة قلبك مخلياك بتضحي بحاجات كتيرة جدا من اجل تسعد الاخرين. انت ما بقتش تفكر في نفسك، او انت الفترة اللي فاتت ما كنتش بتفكر في نفسك، بقيت بتفكر ازاي تسعد الاخرين، بتفكر ازاي تدي، ازاي تتعامل، ازاي تكسب، بقيت تفكر في الناس اكتر. حاليا بقيت هتركز على اعمالك، تركز على نفسك شوية. بص يا برج السرطان، كمية الحزن والألم اللي في قلبك دي
مخلياك بقيت شخص حساس جدا، بقيت حاسس بالاكتئاب. في حد هيمدلك ايده، وحد هيدعمك تاني، وحد هيوقفك على رجليك تاني، وحد هيقولك انت تستاهل الخير. ليه حياتك فيها حزن؟ ليه حياتك فيها تقلبات؟ احب ابشرك واطمن قلبك واريحك، عندك انفراجة حلوة باذن الله، وعندك انطلاقة حلوة جدا. شايف يا برج السرطان، بعد فترة من الفترات من شهر يوليو عندك بحر مفتوح، عندك كذا موضوع هيتفتح، عندك ربنا هيجبر بخاطرك، ربنا هيعوضك، ربنا عارف ان انت حياتك فيها بطء، ماشية بالبطء، حاسس ان انت كاره حياتك، بس انا شايف ان عندك انطلاقة جديدة، وعندك جزء من ظلمك، يعني الناس اللي ظلمتك وبيتك وخلتك تنام ودموعك على خدك، حان وقت ان هما ربنا يبتليهم وربنا ياخد لك حقك وتشوف وتقول اخيرا ربنا عوضني في الناس اللي ظلمتني. حرقة قلبك ودموعك في يوم من الايام صدقني ربنا هيعوضك وهيخليك تنزل دموع الفرحة، بس انت قول امين. المواجهة اللي عندك دي خلال شهر يوليو، عندك مواجهة، المواجهة دي يا برج السرطان فيها خير ليك، فيها خير ليك، وهتطلع منها وانت كسبان. الدوامة والحيرة حلها في قرار او في مكالمة، صح يا برج السرطان؟ السرقة اللي حصل دي سيبك منها، النفور بينك وما بين الشريك بسبب علاقة تالتة، بسبب طرف تالت، طرف تالت بيوصل كلام، طرف تالت عايز ياخد الشريك، احذروا وانتبهوا وخلوا بالكم. انتوا عانيتوا كتير، عانيتوا كتير جدا جدا، وعيطتوا كتير، حان وقت الفرح والسعادة. انت اديت من غير مقابل، ساعدت كل الناس اللي محتاجة مساعدة، بس حان وقت ان انت تساعد نفسك، وحان وقت ان انت تقف على رجليك من جديد، حان وقت ان انت تعوض نفسك، تحسن من حالك، تحسن من طاقتك السلبية. انت هتقف على ارض صلبة وهتقطع علاقاتك مع كل الناس اللي اذتك وكل الناس اللي غدرت بيك وعملت لك طعنات ما كنتش متخيلها. السحر ده انت شاربه وماشي في جدار معدتك، الله اعلم اكتشفت الناس اللي اذتك ولا لا. دموعك بطلت تنزل بسبب الوجع اللي انت شفته والطعنات اللي طعنتها في غدر في خيانة. حصل عندك اجهاض او حصل عنده اجهاض يا برج السرطان. بص، اليأس اللي عندك والاكتئاب اطلع منه، شغل قرآن، شغل اغنية حلوة تحسن مزاجك، اي حاجة تديك طاقة ايجابية. ابعد عن الطاقات السلبية، ابعد عن الطاقات السلبية، بلاش تقول انا نحس، انا مش عارف اعمل ايه. انت داخل في مشروع ولسه المشروع ماشي بالبطء، صح يا برج السرطان؟ لسه المشروع ما جابلكش الماديات او حسن من مزاجك. ما تقلقش واطمن، ورديتها لك اكتر من مرة. الصبر دايما بيكون جميل، ودايما ربنا بيقول تفائلوا بالخير تجدوه وبشر الصابرين زي ما قلت لك. يعني ربنا هيبتليك بحاجات حلوة جدا تحسن من مزاجك وتديك طاقات ايجابية وتديك امور حلوة جدا، بس انت حاول تهدى وحاول دايما تخلي امورك فيها تحسنات، عشان انا شايفه لك خير وشايفه لك رزق وشايفه لك تفاؤل باذن الله هيديك طاقات حلوه جدا. بص، اي حاجه وحشه، اي مشكله، اي اذى، اي حاجه عدت فيها مشاكل في حياتك، عندك تحسن في الاوضاع. شوف انت ناقصك ايه وبتدور على ايه وعندك تحسن فيه باذن الله. ربك هيكرمك وهيوسع في حياتك وهيغير من مزاجك. انت مشكلتك، انت احلى حاجة فيك يا برج السرطان انت قريب من ربنا، دايما همك بتشكيها لربنا. في واحدة صاحبة غدرت بيك وخانتك،
واقفين مرفعين ايديكم لله وبتقولوا يا رب احنا ملناش غيرك، اقف معانا وساعدنا. وبالفعل ربنا هيقف معاكم وهيساعدكم الفترة دي. انتوا حابين حرفيا تغيروا المكان اللي انتوا فيها. عندكم كلام يخص برج العذراء او يخص ابراج ترابية، هتاخدوا حقكم بايدكم ان شاء الله باذن الله. عندكم انتوا او ممكن يكون حد من برج العذراء او من الابراج الترابية عايز يساعدكم، لكن انتوا مش شايفين المساعدة وانتوا مهمومين. وزي ما قلت ان انتوا عندكم حد متحكم فيكم ومتحكم بعقلكم بسبب السحر اللي انتوا شربتوه من ايدهم، فخدوا بالكم من نفسكم. عندكم تغيرات حلوة جدا ليكم وتحسين اوضاع. لازم تتعلموا من الاخطاء اللي انتوا بتغلطوها، ما تفضلوش طول الوقت تغلطوا. خدوا بالكم من نفسكم ويسروا نفسكم بنفسكم، لان مفيش حد حابب ليكم الخير زي ما انتوا فاكرين. فان شاء الله باذن الله الحياه هتبدا تلعب دور كبير جدا عظيم جدا في حياتكم. عايزه اقول لكم ان انتوا عندكم علاقه نرجسيه او علاقه سامه. العلاقه النرجسيه تحطيم ليكم، انتوا مستحملين حاجات محدش يستحملها، فخلوا بالكم. انتوا العلاقه دي محطماكم قوي ومحطماكم انتوا ومأثرة عليكم انتوا، ايه مأثرة عليكم في كل حاجة في حياتكم. الشخص النرجسي اللي في حياتكم او الحد النرجسي اللي في حياتكم ده ما بيكونش حابب الخير لحد، وده بيعاملكم معاملة كده مش لطيفة، مخليه يحسسكم ان انتوا خدامين عنده او محسسكم ان انتوا يعني جايبكم تعبدوه، وانتوا طبعا ما بتحبوش كده. انتوا لا انتوا عندكم ماشيين بمبدأ لا اما الصبر اخرت، يعني كل حاجه ليها حدود، الصبر ليه حدود عندكم. وعشان كده انتوا بدأتوا تتكلموا وبدأتوا ما تعدوش الهوا اللي بيعدي بس كده، على اتفه الاسباب بتعملوا مشاكل وعلى اتفه الاسباب بتاخدوا حقكم منه ومن حبابي عيني. ما بقيتوش خلاص تستحملوا اللي بيعمله معاكم، دايما كده شكاك، دايما بيشككم في نفسكم، بيشككم في حواليكم، عايز يقفل عليكم. ببان انتوا في الحياة العاطفية فعلا عشتوا فترة من الفترات كانت كلها يأس، لكن بفضل ربنا في مبلغ من المال هيجيلكم هيعوضكم عن الاشهر اللي انتوا عشتوها في يأس وفي ظلم. فما تقلقوش خالص، لان الفترة اللي جاية دي حرفيا لكم حظ كبير جدا، وفي رجوع لشخص عزيز على قلبكم او هتشوفوا حد عزيز على قلبكم، هتبدأوا تحسنوا الدخل بتاعكم، الاوضاع بتاعتكم هتكون بتاعتكم. اي نعم عشتوا فترة تحت الصفر، لكن ربنا هيرفع من المعنويات بتاعتكم، فخلاص هدوا اعصابكم. انتوا حاسين ان انتوا هتروحوا الكوكب تاني، هتحسوا ان فعلا هيجي الشخص اللي يعلي من مراتب حياتكم ويقف معاكم، وهتحسوا انه فعلا الشخص ده يستاهل اللي انتوا بتعملوه في حياتكم. كمان انتوا حرفيا بتكونوا يعني في حاجة مختلفة عندكم او في مشاعر مختلفة في حياتكم. عندكم سؤال بتسألون نفسكم دايما، انتوا بتحبوا حد وانتوا ايه المشكلة اللي انتوا بتدفعوها تمن دايما ان انتوا عندكم غلطة، هي ايه الوسواس؟ يعني الوسواس القهري ده متمكن منكم ومتحكم فيكم، وده بيخليكم انتوا يعني في حالة مش فاهمين انتوا بتعملوا فيها ايه. خدوا بالكم في شخص عندكم عايز يثبت وجوده، والشخص اللي عايز يثبت وجوده ده انيق كده، حياته هيعيشها ببساطة. الشخص ده عايز يخليكم يعني عايز يلفت انتباهكم، لكن انتوا مش هتدوه اي اهتمام ومش هتستنوا منه اي حاجة. طيب في فك سحر عندكم خلال فترة، وبعد كده الامور هتبداوا تفوق، هتحسوا ان انتوا كنتوا في غيبوبه، او هتحسوا ان انتوا كنتوا في حاجه كده مش عارفين ايه اللي بيحصل عندكم.
انتوا زعلانين على حالكم شوية، يعني في زعلانين على حالكم، زعلانين على اللي بيحصل معاكم، زعلانين ان انتوا متوقعتوش ردة الفعل من الناس دي. الفترة دي انتوا ما بقيتوش تهتموا بحد خالص، بدأتوا تبعدوا عن كل اللي بيظلمكم وكل اللي بيخونكم وكل اللي بيغدر بيكم. من كتر المشاكل خصصتوا وقت لنفسكم للاهتمام بتاعكم واهتمامكم بحياتكم. كمان البعض منكم عنده خروج من ضيق وخروج من محنه، عندكم نجاح في دراسه، شهره في دراسه، او انتوا هتكونوا عندكم شهره حلوه جدا. في انتوا يعني ما شاء الله عليكم، يعني طريقتكم اصلا بتلفت الانتباه، خدوا بالكم لان الاوضاع بتاعتكم حساسه جدا. انتوا هيجيلكم عرض تجاري او هتجيلكم طريق جديد او حاجات جديده او مكالمه جديده او موضوع جديد، الله اعلم. في اكتر من عرض عندكم هيكون خير، او في طريق جديد هيكون لمصلحتكم، او الوضع بتاعكم هيبقى فيه تحسنات. يعني في اكتر من حاجة عندكم هتبدا تتيسر معاكم بحظوظ عالية، او بطريق جديد، او باوضاع مختلفة بشكل كبير جدا، لان الحظ زي ما قلت لما هيلعب دور كبير معاكم انتوا هتحسوا بثقتكم بنفسكم بتزيد. انتوا هتتعاملوا مع الناس اللي هترفع من المعنويات بتاعتكم مش اللي هتقلل. يعني اي حد بيقلل من معنوياتكم انتوا هتبعدوا عنه. بس خلي بالكم من نفسكم، الشخص اللي انتوا معاه حاليا او الشخص اللي كان بينكم ما بينه علاقة، الشخص ده انتوا ندمان، يعني هو ندمان جدا انه في يوم من الايام جه عليكم، ندمان جدا انه لعب بمشاعركم او خانكم او ظلمكم او عمل لكم اي طاقة توتر، او بمعنى اصح يعني كان سبب في يوم من الايام في اليأس اللي انتوا فيه والظلم. ندمان، زعلان، حزين. فلو انتوا بتسألوا عن الشريك اللي سابكم وخانكم، صدقوني هو بيدفع التمن غالي، لكن هو شخصيته نرجسية، ما بيحبش ابدا يبين ان هو زعلان على حاجة. ده حتى انتوا لما كنتوا معاه وكان في حاجة بتزعله ما كانش بيبين، وكان دايما بيبين العكس. وانتوا بتقولوا له انت ما بتحسش، انت ما عندكش اي مشاعر، لا هو اصلا طبعه كده. طيب انتوا الفترة دي عندكم شراء سيارة، شراء عربية جديدة، او شراء كيان جديد ليكم انتوا، وان شاء الله باذن الله هيكون في ثقة للنفس عالية وفي ازدهار حلو جدا جدا جدا. انتوا هتختصروا وهتبعدوا ناس في حياتكم الفترة دي. الوقت الحالي هو وقتكم وهو اثبات الوجود بتاعكم، فخدوا بالكم من نفسكم لان التيسير مش هيدوم على حياتكم. انتوا الفرصة اللي هتجيلكم مش هتتعوض تاني. انتوا جالكم عرض ورفضتوه، هيجيلكم عرض تاني. بس خدوا بالكم من القرارات ومن الكلام اللي بتطلع من لسانكم، لان قريب جدا الشخص اللي يعني كان في حياتكم هيقف معاكم تاني، وهيبقى في كلام وفي كده امور مختلفة. بس انا عايزاكم كده تهدوا، ومش عايزاكم تتعصبوا خالص الفترة دي، لاني ان شاء الله باذن الله كمان فترة من الفترات على حياتكم وحالة التوتر والحزن دي هتطلعوا منها. انتوا حاسين بالوحدة، حاسين ان انتوا عايشين في كوكب مش بتاعكم، حاسين ان انتوا حياتكم متلخبطة، في تعابين بتلف حواليكم، او في شخص مش موجود حاليا معاكم والشخص ده بعيد. انتوا كمان ما شاء الله عليكم في حق هتاخدوه من طرف ثالث دخل في حياتكم ونصب عليكم، شخص نصب عليكم في اموال، في حاجات،
واختفى فجأة، وانتوا يعني عمالين تدوروا عليه او عايزين مش عارفين له طريق ولا عارفين تجيبوه منين، يعني حاجات كتيرة جدا اختلفت معاكم. خدوا بالكم، انتوا عندكم 2 ستات، الـ2 الستات دول في حياتكم منهم واحدة عاملة لكم سحر. في ست عندكم ملازماكم دايما، الست دي يعني هي ملامحها حلوة، بشرتها كده صافية ما فيهاش اي حبوب، هي بتميل قوي للدين وتحب تتكلم عن الدين، لكن هي كذابة ومنافقة جدا. وانتوا شاكين، يعني انتوا شاكين في الاتنين اللي انا هقول لكم عليهم دي. دي كانت اول ست اللي هي ملامحها كده تحسوا ان هي بريئة ومقربة جدا من الدين، وبتحب جدا ان هي تقول قال الله وقال الرسول. وفي ست تانية، الست دي انتوا عينيكم ما بترتاح لهاش، دخلتها عليكم بتكون تقيلة على صدركم، لكن انتوا بتقولوا ما احنا مستحيل نتوقع ان الست دي تخوننا او تظلمنا او هي تكون سبب السحر. فانتوا 2 شاكين فيهم، هي واحدة منهم اللي انتوا شاكين فيهم، بس انتوا مش عارفين. انتوا هتعرفوها، يعني انا قلت لكم مواصفات لـ2 ستات، لكن انتوا هتعرفوها بنفسكم وهتيجوا هتعرفوني ان هي واحدة منهم، لان انتوا روحانياتكم عالية قوي، وهتكتشفوا الكذابين والمنافقين ببصة من عينيكم. فانتوا ما تجوش على نفسكم من اجل الاخرين، وزنوا حياتكم ووزنوا علاقاتكم، علشان هيكون عندكم بر جديد او طريق جديد الفترة اللي جاية باذن الله. انتوا زعلانين على حقكم اللي ضايع، او صعبانة عليكم نفسكم، اللي صعبانة عليكم نفسكم من اللي حصل في حياتكم. فما شاء الله عليكم تبشرات حلوة، طاقات إيجابية، انتوا هتكتشفوا حقكم وهتاخدوا حقكم من ناس كتيرة جدا، لانه هتكونوا في قمة الازدهار وفي قمة الثقة بالنفس، علشان هيبقى عندكم طاقة فرج وطاقة تغيير او طاقة جديدة على حياتكم او تحسين على كل الاوضاع بتاعتكم. عندك تعويض حلو جدا 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 من ربنا، وعندك مواجهة مع الشريك فيها خير بإذن الله، وعندك قلب مفتوح، لإما فرحة جديدة، لإما ارتباط، لإما خطوبة، لإما فرحة في أرض البيت، الله أعلم. بس أحب أبشرك إنك عندك فرحة جديدة. في حد عندك تعبان يا برج السرطان؟ في حد عندك تعبان أو هيتعب الفترة اللي جاية؟ خلي بالك وانتبه على أولادك كويس جدا. الحفرة اللي انت وقعت فيها دي بسبب ناس، بسبب فلوس، بسبب الله أعلم، بسبب حاجات حصلت. بإذن الله عندك تعويض، عندك تعويض حلوة. الفرحة اللي انت منتظرها هتحصل، الفرحة اللي انت منتظرها دي هتحصل، والأمنية اللي انت نفسك تحققها هتحققها بإذن الله. بس انت اطمن وخلي دايما إيمان في بالك، وخلي دايما طاقة إيجابية في حياتك. أتمنى لك الخير والرزق والتفاؤل والفرحة والهنا وكل ما هو جميل من أجل عيونك يا برج السرطان، عشان أنت تستاهل كل خير. بص يا برج السرطان، الناس اللي أذتك وكسرت قلبك ما تدخلهاش في حياتك، الناس اللي كانوا أعداء في يوم من الأيام ما ترحمهمش، ما ترحمهمش يا برج السرطان. الفترة اللي جاية انت هتقف على ارض صلبة، وهتعرف تاخد حقك، وهتعرف تتعامل مع الاخرين كويس جدا، ومش هتسيب حقك ابدا، ولا هتسيب الناس اللي ظلمتك وكسرتك ابدا. هتاخد حقك وهتقف على ارض صلبة وهتكون منصور، وعندكم نجاح في الدراسة باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. تفائلوا بالخير تجدوه يا برج السرطان. اتمنى لك كل ما هو جميل وكل ما هو حلو من اجل عيون برج السرطان. تحياتي ليك.